أنت اتهمت في الإعلام العربي وفي الإعلام الغربي بأنك أفتيت بقتل الفأر ميكي ماوس، فما هو ردك على أهل الغرب والشرق؟ أنا لا يوجد لي فتوى بقتل ميكي ماوس إطلاقا، ولا أحد سألني وقال ما حكم قتل ميكي ماوس فأفتيته نعم يجوز أو يجب قتل ميكي ماوس، هذا كلام ما حصل إطلاقا. أنا كان لي حديث عن تأثير الصور في الناس، طيب، وكيف أن الأفلام تؤثر في النفوس، وقضية نشر التنصير عبرها ونشر الإلحاد، وقضية السحر وما السحر وهاري بوتر، وقضية يعني إثارة الشهوات وعدم قناعة الرجل بزوجته والزوج بزوجها عند الصور، ودخلنا من موضوع لموضوع لموضوع لأن وصلنا إلى قضية أفلام الكرتون وأثرها على، وذكرت أنه بعض الشخصيات الكرتونية مثل الكلب والخنزير والفأر وهي حيوانات ممجوجة شرعا مذمومة شرعا تمجد في الأفلام الكرتون، وأنه ليس من الأشياء التربوي أن يعرض على الناس، وأن الفأر مثلا يقتل في ويسقى وفي الحل والحرم وكذا. الاتيان بقضية ميكي ماوس أو قضية جيري هذا جاءت عرضا وجاءت على سبيل المثال، ولا أنا يعني هو لا يمكن واحد يعرف أن ميكي ماوس شخصية كرتونية يفتي بقتله، لأن لا تقتل في عالم الأوهام والأفلام والأحلام. جاء موقع ميمري دوت نت، هذا موقع يهودي يقوم عليه ضابط موساد يرصد ما يقول، حتى برنامج البينة هذا تبعك، هذا برنامج مرصود وتؤخذ منه مقاطع تعرض، يعني مثلا أنا أخذ مقطع من كلامي. ما هو الموقع؟ ميمري دوت نت. وش هو الموقع؟ MEMRI.NET. طيب وش هو هذا؟ موقع يعني؟ يهودي يرصد الدعاة الله، كلام الدعاة. قالوا مثلا أنا تكلمت مرة أتكلم أقول المرأة لابد أن تطيع زوجها، وإذا دعاها الفراش تجيب، وإذا ما أجابت دعاتها الملائكة، وتأتي ولو كانت على التنور، حسب الأحاديث. أخذ الموقع وحط عليها اغتصاب الزوجات. فالمسألة ما هي قضية، فجاء أخذ مقطع عن ميكي ماوس، هذا مقطع أيوه. ثم عرضت في 4 قنوات عالمية كبيرة ضخمة جدا، ABC وBBC وفوكس نيوز وCNN، يعني شاهدها 350 مليون شخص، وبعضهم حط مبنى التجارة عالمي وهو ينهار وراء فتوى ميكي ماوس، يعني ايش على قضية الربط والإرهاب والكلام. على كيف وصلهم الخبر؟ من طريق ميموري ولا من طريق عاد من يعني هو بميموري، يعني الموقع عرض لقطات كثيرة، أيوة، لكن من الذي غذى موقع ميموري أعطاه الله أعلم، لكن نحن نعلم يقينا أنه في علاقة الذين نافقوا وإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، هذا موجود في القرآن الكريم، ما فيها شك ولا ريب في الموضوع. أنا ما أعتب على هؤلاء، هؤلاء أعداؤنا ونحن نفهم ليش يسووا كذا، يعني تصرفهم مفهوم. غير المفهوم أن يأتي بعض المسلمين فيقال له ها إيش رأيك بفتوى ميكي ماوس، يقول لا هذا تشويه للإسلام ويجب ضبط الفتوى. يا أخي أنت مصدرك في الكلام إيش؟ ارجع إلى صاحب القضية واسأله، قل له هل أنت أفتيت بقتل؟ من أجل ما هذا سألوه من أجل هذا مباشرة قفزوا للموضوع. من أجل هذا استضفناك هنا في قناة إقرأ لتقول للمسلمين الحقيقة. ماشي، مصدرهم هؤلاء اللي علقوا، مصدرهم إيش؟ القنوات الغربية. يا أخي الله إذا قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، كيف لو جاءكم كافر بنبأ؟ كافر الآن مصدرهم من الكفار مباشرة، أخذوا الخبر وكبروا ونشروا وعمموا إلى آخره، وقالوا يجب ضبط الفتوى وهذه فتوى تسيء للإسلام وهذه الأشياء. طب يا أخي أنت سألت صاحب الكلام الشأن، قلت له هل أفتيت بكذا؟ نعم. كان عرف نحن الآن سألناك هل أفتيت بكذا؟ أنا قلت لك ما الإجابة حصل إطلاقا. يريدون الإسلام ما يخوف الأعداء، وهذه معادلة لا يمكن، يعني الله عز وجل قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فما في إسلام يرضي الأعداء. لا تحاولوا يا أخوان، ترى القضية منتهية ومحسومة، ما في إسلام يرضي